الآن هذا الناخب الوطني هو ناخب جديد، عنده عقد يتجمعه يعني مع الفيدرالية. قبل توقيع العقد كانت مفاوضات طويلة، كانت كل واحد أملى شروطه، يعني كان برنامج، عنده برنامج تعامل. أنا أظن بأن هذه الزيارات هذه راهي جاية من خلال برنامج العمل نتاعو. اليوم الزيارات هذه راهو يمشي يشوف تدريبات، يشوف الملاعب، يتعرف على مدن، يعني يلزم يكون هذا الشيء، لأنه ما كاش كيفاش تكون أنت ناخب وطني في بلد ما وأنت بعيد على الدوري نتاعهم، بعيد على الفرق، بعيد على المدربين. أنا نظن بأنه هذه تدخل في برنامج العمل تاعو، وأنا نشوف بأنه شيء إيجابي، شيء إيجابي لما يتنقل الملاعب يشوف مقابلات، يشوف لاعبين، يشوف طريقة العمل تاع مدربين، يشوف هذه هي العمل. اليوم هذا الإنسان جهنا باش يخدم، ما جاش باش يجي مثلا مش نقولوش سياحة، يعني ما جاش غير مثلا في المناسبات تاع التربصات تاع المنتخب الوطني، يجي التربص يلعب مقابلة أو اثنين ثم يختفي، ما نزيدو نشوفوه على شهر شهرين ثلاثة شهر. هذا هو أنا نظن هذا هو اليوم عندك أجرة، عندك عقد، يلزم تشرف العقد نتاعك، والعقد هذا كيفاش تشرفه؟ بهذا يعني بهذا الخرجات، بهذا الاطلاع على كيفية العمل في الأندية، تشوف الملاعب، تشوف كل شيء. هذا أيضا يحفز ربما اللاعبين. شوف هذا ماشي أول يعني مدرب اللي دار هذا الشيء، كان مدربين سابقين يعني في المنتخب الوطني داروا نفس الشيء، كانوا يتنقلوا الملاعب، يشوفوا التدريبات، يحضروا. كنا نشوفوا مثلا نقول لك مثلا وقت علي لوزيتش أو اللي جاء بعده غوركيف، يعني كان احيانا يشوف زوج مقابلات في اليوم مثلا، تشوفوا في المساء في ملعب 20 اوت، وفي الليل تشوفوا في تيزي وزو، تشوفوا يعني كانوا يتنقلوا ويشوفوا اللقاءات، يشوفوا. وهذا هو عمل المدربين. اليوم راهو معنا الشيخ مصطفى، يعني هو راهو ادرى هذا الامور مني، ولكن نظن بان هذا هو العمل اللي يلزم، هذا هو العمل الصحيح، القاعده الذي يجب ان يتوفر في المدرب. انا رايي الخاص، يعني انا اذا كنت تذكروا كنت تهدرت، وكنت يعني الكلام اللي كنت قلته دار ضجه كبيره لما قلت بان كاين ناخب وطني من المفروض يكون هنا في الجزائر باش يتبع كل شيء، وهذا الكلام كاين اللي قبلوه كاين اللي ما قبلوش. ولكن اليوم انا نظن بان هذا الناخب الوطني راهو يعني يمشي في الطريقه اللي كنت انا متمنيها، يعني باش نشوفها في مدرب. شكرا لك حسين.